استغربت آخر مرة قبل شهر وقلت أنه هل يستطيع نذير العرباوي هذا الدبلوماسي أن يسير ملف ديوان رئيس الجمهورية اللي عنده هذه الصلاحيات تنسيق مع الحكومة وكذا 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 أنا قلت لا اللهم إلا إذا كان هذا المرسوم الرئاسي تخيط الآن لاستغلاله واستعماله و تركيب تركيبه مناسبه بعد فتره معينه وهي جات الفتره وهي جات الفتره العرباوي وزير اول أبو بعلم مستشار رئيس مكتب الشؤون القانونيه مدير ديوان اذا المرسوم هذاك اللي جاء اعاده هيكل رئاسه الجمهوريه والخدمه هذيك تخدمت على أبو بعلم مش العرباوي اوكي يعني الخدمه اللي تخدمت تخدمت تخيط كوستيم على مقاس مستشار رئيس مكلف بالشؤون القانونيه قال سيبو علم بو علم بو اخدم من القانون باش يمشي مع يعني اخدم اصنع سياره واخدم كوستيم اللي يجي على مقاسك اذا ها هو دركا سي بو علم هو مستشار القانوني للشؤون القانونيه ومدير الديوان بالنيابه بعد سمانه سمانتين يعني خلاص يرسم كمدير الديوان بصراحة أولا باش نوضح واحد النقطة جماعة القطط والكلاب وكذا كذا سعيد بن الزيرة تصالح مع بو علام بو علام أنا بو علام بو علام سمن على العسل راهو حبيبي ونحييه بالمناسبة بو علام بو علام واش راك حبيبي لاباس راني وياك بيان ما عندي حتى مشكل مع بو علام <applause> بو علام صافي نقطع لكم الطريق يا ولاد الحرام حاجة ديروا فيديو فيديو بو علام بو علام آه. حكاش بو علام بو علام حبيبي ورجل دوله يصلح و نسم لاح سمن على اسف تحوسوا عليها هكذا طعنة ها قاعدين عام وانتوما تحرضوا فيا بوعلام بوعلام وكذا وراودا كروفات او بوعلام بوعلام طاح عود عثر لي او بوعلام بوعلام ضربتك حجره من الله بوعلام بوعلام دخل خوك للحبس او بوعلام بوعلام خرج خوك من الحبس او بوعلام اه اختك مرضت ودخلت السبيطار او سبتها بوعلام بوعلام وليد خوك هاو مرض بوعلام بوعلام خوك راه ما يعجز ترجع ترجعوا له بوعلام بوعلام هذا كابوس خاطية بعلم بعلم حبيبي وصاحبي وما عندي حتى مشكله معاه هاي تحيحين اللي كان ينقز الحمار ويتخبى مر البردعة هو فريد بن الشيخ نعم فريد بن الشيخ اللي كان يقول لي بلي جمعت المخابرات ومن يسرقوا لك التليفون وهم اللي لك المشاكل وهم كذا كذا وانا خاطي وكذا كذا هو نفس الشيء اللي كان يقول لي المشكل تاع بوعلام بوعلام والاوامر جات من الرئاسه بوعلام بوعلام باش نديروا كذا ونديروا كذا ونديروا كذا وكثير من الناس اللي صراو لهم مشاكل وتعرضوا للظلم من قبل هذا الظالم الفاسد فريد بن الشيخ ويمسح الموس في بوعلم بوعلم وبوعلم بوعلم هذا سكت هذا بوعلم بوعلم هذا دقيقة نشوفوا أخبارت على الشيخ <applause> هاو راح تهبلنا انتس انا نقول له كتبوا كتاب لنا واش كاين واش صار بلا فلان نعاود نرجعوا لبو اذا قلت لكم انه الان الصلاحيات الواسعه لمستشار رئيس مكلب الشؤون القانونيه اصبح هو مدير الديوان شافت كابيني وهو الحاكم الفعلي نعم وهو كما يقول لك الناس رب المقلب وفقا للصلاحيات اللي تكلمنا عليها في المرسوم السابق دروك السؤال، دروك بوعلام بوعلام هو صاحبي ها، اللي يحل فمو نشلحو البنطلون ما كانش يخلط فيا. بصح الآن نسألو السؤال، هل يصلح بوعلام بوعلام هذا المنصب؟ الجواب نعم. نعم. بكل صراحة. بو بوعلام بو يصلح لمنصب مدير الديوان أكثر من عرباوي. أنا نتكلم مقارنة بالعرباوي. وليس مقارنة بي شخصيات أخرى تسألني تقول لي هل يصلح هو الأصلح نقول لك لا كاين رجال دولة اللي يصلحوا لهذا المنصب وفق الصلاحيات الواسعة اللي عنده ووفق الملفات المكلف بها كاين رجال دولة كثير ولكن في في الفريق اللي راهو عندك او مقارنه بالعرباوي اللي كان رئيس ديوان هل بوعلام بوعلام اصلح لهذا المنصب ام العرباوي نقول لك بوعلام بوعلام نعم بوعلام بوعلام اصلح م. لمنصب رئيس ديوان او مدير ديوان من العرباوي العرباوي الان كوزير اول ننتظر اذا كان واقولها بكل صراحه ووضوح اذا كان المهمه الموكله للعرباوي هي الاشراف على الطاقم الحكومي الحالي ما يروحش بعيد ما يروحش بعيد لأن الوزراء الحاليين فاشلين وأكثر من فاشلين وأكثر من ناقصين كفاءة ونزاهة و... ويحق لي أن أقيم الوزراء بناء على ما يقدمون خاطر واحد يجي يقول لك شكون أنت شكون أنت تدرى الوزراء فاشلين إيه الميدان فاشلين مش معناتها واحد دكتور في الفيزياء النووية يصلح وزير لا المسؤولية أو الوزارة عندها شروط لا علاقة لها بالمستوى التعليمي أو المستوى الثقافي عندها شروط أخرى معينة إذا الوزير الأول الحالي العرباوي نذير العربوي إذا كان مكلف بإستمرار مع هذه الحكومة الحالية لن يحقق شيء ولن يقدم شعره ولن يضيف شيء ويبقى الحال على ما هو عليه اذا تم تكليفه بتاسيس حكومه جديده اطارات جدد وزراء جدد ويختار رجال دوله يتشاور مع المصالح المختصه ومع الشخصيات الوطنيه ومع الاطارات يتشاور معهم ويدير مشاورات و يكون حكومة جديدة الله أعلم أعتقد لأنه في الحالة هذه يصبح الثقة ليس على الوزير الأول العربوي بل يتقاسمه الجميع يصبح يعني كل واحد وزير متكلف بشيء ووزراء خاصة كيكونوا مقتدرين ووزراء يعني أكفاء ووزراء عندهم وعندهم إذا تمشي الأمور بشكل ممتاز اما اذا بقي الحال على ما هو عليه يعني نفس الحكومه فقط غيرنا دحمان جبنا بوعلام بصراحه يعني قصدي غيرنا ابن عبد الرحمن جبنا العربوي بصراحه مش راح تروح بعيد الامور مش راح تروح الامور بعيد والله اعلم ننتظر الساعات القادمه ونرى اوكي نزيد ناكد نزيد ناكد انه ما يحدث الآن مع بوعلام بوعلام هو ما حدث قبل مع الفريق توفيق ومع السعيد بوتفليقة لأن الفريق توفيق بعيوبه بعيوب ممكن فيه عيوب ولكن أكثر من خمسين بالمئة الكلام اللي كان يقولوه عليه غير صحيح والمشكل أنه فريق توفيق لم يتكلم قوته في صمته ساكت قوته في صمته وهذا هو المشكل تلمو كان ساكت بزاف بزاف لدرجه انه اي تهمه يقولوها عليه الناس يقولك لك اه صحيحه كي تقول الناس يقولك اه قالوها علاش قالوها بعده جاء سعيد بوتفليقه سعيد بوتفليقه ربي يطلق سراحه فيه سلبيات كثيره وممكن ارتكب اخطاء كثيره ولكن اكثر من 50% من ما كان يقال وينسج ويفبرك عليه غير صحيح كان أمور كثيرة وكان هو يحيط نفسه ب يعني ب بضبابية وبهيلمان وما تقدرش توصل ليه يعني ما يقدرش الناس يوصلوا ليه باش يقولوا السعيد شوف شنو يقول يعني كاين الناس يروح للوالي يقولوا بعث مينك السعيد الوالي يخاف يكلم السعيد يقولوا له دي بعثت لي ما ليش بالرغم من انه غير صحيح كاين بعض الوزراء ما يقدروش يكلموا السعيد بوتفليقة يروح ليه واحد يسكرو خاصة واحد متصور مع السعيد بوتفليقة متصور مع في والله ولا في ريستور ولا كذا يروح ليه يقول له راني البارح كنت نتعشى انا وسعيد بوتفليقة وبعثني عندك قال لك كذا وكذا 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 الوالي هذاك أو الوزير حتى وزراء يصدق باللي صح بعثوا السعيد السعيد ما, ما عندوش علاقة خلاص ما بعثوا ما الآن نفس الشيء مع بوعلام بوعلام كاين أمور كثيرة تحدث باسمو دارها على علم ابو علم وقال ونحاب علم ابو ونحى وطلع وهو السيد ما عنده حتى خبر ما عنده حتى خبر اتكلم عن تجربه انا صراتلي انا صراتلي سعيد بن زيره صراتلي وين كاين امور كثيره كانت صرالي ويقولوا لي ابو علم ابو علم ابو بعد تكتشف تجربة السيد ما عندوش خبر خلاص والله ما على بالو بجده الحلوف خلاص ما على بالوش سيد تفاجئ سيد الشيء هذا كامل صاري بس مين ما عادش خبرها فاتوره مارك على بات ابو على ابو على مارك على ابو على ابو على فاتوره طلعت قد قد والسيد ما على خلاص والناس احنا المستفادين من هذه الفتنه وهذه الفوضى هما اللي يعمروا يبعث كليك انت يقول لك ها واش كاين ويبعث الاخر يقول له ها واش كاين ويبعث كذا ويخيروا مقاطع مش مليحه وين بنزديره يسب والله بن يزعف والله بن يتهجم ويبعثوا له يقولوا شوف اسيب على بن ويسب فيك ويجوا لبن يقولوا بن وش واش راه قال لك بو على راه قال نفس الشيء مع الرئيس تبون اذا الان هذا الطحاحنا اللي وصلوا في النميمه ووصلوا فيها سخونه نقول لهم باللي خلاص درك عندي خط مباشر مع تبون مباشره نهضر مع سي تبون ونهضر مع سي بو علام وطز فيكم ولا أصحابي كي بو علام بو علام كتبوا راه هذه مشكل كي نقول ما عنديش مشكل مش معناتها شيت لهم وراهم ناس ملاح لا معناتها خطرة خطرة توصلني معلومة مش مليحة نتأكد نعيط لهم نقولوا سيت صح كاين منها ما كاش منها تحوسوا هكذا طحاحنا اختي وفريد بن الشيخ فريدة وهذا الهيشر انتهت المؤامرة انتهت المؤامرة وأيامكم معدودة قسما بالله العلي العظيم تخلصوها غالي 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 ووعد الحر دين مثلما وعدت اللي قبلكم الخونه والكلاب الفاشلين والفاسدين كمال كانيش والسيني وسمعتوا اعدكم وعد الحردين ستدفعون الثمن غالي غالي غالي